هذا الفيديو درته سبيسيالمون باش عام توضيحي، وكذلك عبارة عن رسالة موجهة لأصحاب القرار في هذا الوطن وإلى السيد رئيس الجمهورية حامد الدستور. أنا معيوف نور الدين، مترشح في قائمة واحد مهندسي قائمة تحديات، والتي درنا فيها جهد كبير بجمع حوالي 3800 استمارة، وبلغنا النصاب وكل شيء، وكنا نظن بأننا سنضيف لبنا في بناء الديمقراطية الفتية في هذا الوطن. لكن المفاجأة والمفارقة والمفاجأة الكبيرة أنني تفاجأت بمراسلة من طرف سلطة مراقبة الانتخابات بأنني غير موجود في القائمة الانتخابية صيف. وهذا شيء فاجأني كثير، وقال لي بأنك راك موجود في بلدية بن عكنون، عندي رقم هناك، عند رقم آخر في، وأن الشطب الآلي هذا عندما استقصيت قال لي الشطب الآلي حذف المسكن يعني الادرس الجديد القديمة وخلى الجديدة. وهنا هذا الخلط الكبير اللي وقعت فيه وقعوا فيه وما لقيتش، ما نقولش إجابة. المفاجأة أو المفارقة أن الناس كما كانوا يحذفوا فيهم عن طريق بأسباب أمنية ولا اختلاسات ولا استعمال مال فزد، أنا يحذفوني على خطأ لم ما عنديش فيه لا باع لا من قريب ولا من بعيد، يعني خطأ تافه بأتم معنى الكلمة. هذا آخر هذا الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية سيد تبون حامي الدستور. ماذا بالإنسان اللي لم يخطأ ويتحمل الوزر لم يقم به، ومربوط بأجال محددة، وكأن هذا الأمر أصبح حتما مقضية على إنسان أراد أن يساهم في وضع لبنة لبناء ديمقراطية فتية في الجزائر. أنا لا أندم لأن التجارب هذه فيها انتصارات وانكسارات، وبحكم الحياة نتاعي أنا ما لست نادما، ولكن رسالة أوجهها هكذا للإدارة هذه التي كانت سببا من أسباب ما تعرضت له الجزائر من هزات. الإدارة هذه التي لا تمتلك الجانب كما يقول لك الجانب الفني في اتخاذ قرارات كالمقصلة. إذا أولا وأخيرا أنا هاي بطاقة انتخاب، هذه آخر انتخاب درته في لو بريمي نوفمبر تاع الدستور. مفاجأة كي نجي ننتخب المرة الجاية نلقى روحي ما يصير، جو مدي بلاس 300 كيلومتر باش نروح ننتخب. وهذا حرمان مواطن من حقه الانتخابي، وهذا يسمى في اللغة البسيطة حيف وظلم وجور. السيد رئيس الجمهورية، هذه رسالة مواطن بسيط، ولكم التصور ولكم إيجاد الحلول. شكرا.